شو سوى بالإنجاز الفردي هسه؟ أريد آخذ إنجاز جماعي والنادي ما إنجاز أسوي له. هو الإنجاز الفردي يجي جزء من الإنجاز الجماعي صحيح؟ إيه؟ منو مثلك الأعلى محلياً؟ محلياً؟ تحياتنا للكابتن يونس محمود. يونس محمود. تحياتنا ليونس محمود. أنت شو تشجع بالأندية العالمية؟ عالمية؟ إيه؟ ريال مدريد. مدريدي. والمنتخبات؟ المنتخبات إسبانيا. اسبانيا. عندي سؤال بس من حقك يعني ترك، هو تقدر تتركه. شايف هاي الاسئله ترك. ايه. بالدور العراقي شو تشجع قبل لا تلعب للنفط؟ كل الفرق بس ولا للفاني اللي البسها. صح، بس بصغرك ما شجعت نادي؟ لا ما بس احب كل الفرق الجماهيريه انا احبها. والدك شو يشجع؟ احنا من والدك راح والد اي فريق؟ والدي ما يشجع فريق بس يا اللي يلعب لعب حلو يعني يحب يشجع. بس هسه النفط لو مو فريق يلعب حلو لا لا عاد اي فريق يعني. مرات والله فرق تلعب ضدنا مثلا فريق احسن من عندنا يقول هذا الفريق احسن يشجع. زين ناخذ صوره تعليق. الصوره الاولى كاتانيتش تعليقك. مدرب جيد يعني حاليا نجح ويا المنتخب. هو نجح مع المنتخب. نجح مع المنتخب يعني وان شاء الله يعني بجهوده وبجهود اللاعبين يعني ان شاء الله نتأهل لكأس العالم. نصعد محمد اكو فرصة؟ اكو فرصة بس مسألة توفيق وتعب. ان شاء الله نقول. احنا من المجموعات على اعتاب الصعود. لا بالمجموعات يعني صعد انت بس تجيك مرحلة. بس هذا الحلم اللي الناس تتمنى يتكرر اللي ما عندنا غير هو المشاركة المونديالية الوحيدة بالمكسيك. ان شاء الله يتكرر.